اهلا بكم حلقه جديده من هاني مريان في بلاد الامريكان، وكل عام وحضراتكم بخير وعيد اضحى مبارك عليكم. يا رب ينعاد عليكم بخير، بالف خير والف صحه. طبعا انا بصور من العربيه، فالكاميرا ايه بحاول بقدر الامكان ان انا اجيب الاوفر هيد بتاعي. anyway، طبعا ابقى اسف الاول التاخير في الفيديوهات. احنا قاعدين تقريبا داخلين على نص السبعه وما نزلناش حاجه خالص في شهر سبعه، بس يعني لظروف البيت والسيريسلي يعني حرفيا البيت ابسايد داون يعني. ما علينا. المهم النهارده في موضوع كنت متردد اتكلم معاكم فيه، بس هو موضوع مهم، ممكن ما يكونش مهم الناس كتيرة اللي هم الناس اللي قاعدة هنا ليها مدة كبيرة وفاهمة القوانين وفاهمة الحاجات اللي ممكن تتعمل صح وما تتعملش والحاجات اللي زي كده. خلينا في البداية اتكلم عن عايز افهم حاجة صغيرة. يعني لما انا بقول newcomer او الناس الجاية جديد او الناس اللي ناوية تيجي، مش بقلل من حد، يعني انا مش بقلل من حد، انا بالعكس بتكلم يعني يمكن الموضوع حلقاتي عامة كان تبقى الهدف الرئيسي او الجهة الرئيسية اللي انا بوجه ليها الفيديوهات الناس الجاية جديد. فعامة يعني انا بس حابب ان انا ما كنش بزعج حد في الفيديو اللي انا هقوله يعني، او الكلام اللي انا هقوله بعد شوية. حاجة كمان عايز اقولها، ان في حد كان مكلمني على فيديو، ان شاء الله فيديو عن نورثرن فيرجينيا، باذن الله بكره بالكثير او بعده هيكون نازل. بتكلم فيه طبعا، بعمل مقارنه ما بين بعض المدن اللي هي في المنطقه اللي هي الشماليه من فيرجينيا اللي هي جنب دي سي، بما فيهم مناسس، جينزفيل، فيرفاكس، ستيرلينج، اشبرن، الحتت دي كلها. خلينا نبدا الحلقه او موضوع الحلقه اللي انا عايز اتكلم فيه. من مدة كنت يعني كان حصل كم موقف كده من بعض يعني حادثة معينة حصلت هنا في فيرجينيا بعد الأسرة مصرية. يعني ما علينا من الحادثة يعني، وربنا يرحمهم هم الاثنين. الموضوع ده خلاني يعني افكر ازاي هو الناس هنا لما بتيجي جديد، هل هي الناس دي ملمة بالقوانين والحاجات اللي بتحصل هنا او مش ملمة بيها؟ هل الناس لما بتيجي جديد بيكون فاكرين زي مصر اعمل اي حاجة ممكن وهو محضر في الاسم وخلاص على كده وتعدي العملية، ولا ايه بالظبط؟ للأسف الحالات كترت قوي خصوصا الفترة اللي فاتت دي، حالات ناس اعرفها يعني، مش اعرفها شخصيا، معرفة شخصية، اسمع ان ناس مصريين وناس عرب بيتمسكوا في حاجات عايز اقول ابسط ما تتقال انها يعني انتوا فاكركم انكم انتوا الحاجة اللي انتوا هتعملوها دي هتعدوا منها. فموضوع الحلقة ان انا مش هيبقى كبير يعني، انا يعني 5 دقايق على ولا 7 دقايق بالكتير وهقفل الحلقة يعني، مش اوعدكم كده يعني. اللي انا عايز اقوله، لازم نبقى ملمين بالحاجات بالقوانين وبالحاجات اللي بنعملها هنا في البلد دي. انا مش عارف مخول لي احكي لكم قصتين ثلاثة او حادثتين ثلاثة حصلت او لا، بس يسامحوني بقى اصحاب الحوادث دي او اصحاب القصص دي. انا مش هذكر اسماء طبعا لان انا فعلا ما اعرفش اسمائهم، بس اتحكى لي اللي حصل. فانا مش بجيب اسماء، انا بجيب موقف. المواقف دي مش عايزة تتكرر مع ناس كتير. خلينا نتكلم على اول حادثة. اول حادثة شخص معين راح مضى او ما لسه ما كانش مضى او اشترى بيت، والبيت ده تكنيكلي ما مش بتاعه لسه. البيت بتاعك لما تمضي، لما تخلص في الستلمنت وتخلص وتمضي ويقول لك كونجراتوليشن وادي المفتاح بتاع البيت ده كده اوفيشالي بتاعك، اوكي. لكن اللي حصل ان في شخص ما
ربنا يعني يعني ربنا بيسموها بيقولوها ايه في مصر، بيقولوها ربنا يفرج عنه يعني، او يفك زنقته. شخص ما كان عنده مثلا بيت او هيشتري بيت، وهو ما عرفش ايه بالظبط، ما عرفش التفاصيل، بس هو كان عايز يأجر، ما عرفش يأجر البيت ولا يأجر جزء من البيت ولا يأجر البيزمنت او حاجة زي كده. فعمل اعلان على سواء على الفيسبوك او على حاجة معينة علشان يرنت البيزمنت او البيت او ما شابه ذلك يعني. فهو لسه اوفيشالي يعني، هو عمل الاعلان ولسه اوفيشالي ما اخدش البيت، ما اخدش مفاتيح البيت، بس هو خلاص يعني الديل دان وخلاص هيمضي، وسمهاو مع الكود بتاع الانترنس بتاع البيت. و جاله حد اللي جاله ده طبعا قال لك ايه، ان عايز اشوف البيت. الشخص اللي جاله او الشخصيه اللي جات له دي هي فيميل مش ميل، واحده يعني. ف سامها وهو دخلها، وبعد كده قفل الباب، بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل لجوه، بعد كده اتخانقوا مع بعض سامها، بعد كده مشيوا وهو روح او حاجه زي كده. بعد كده حصل ان هو البوليس جه مسكه، في عليه محضر تحرش، محضر ان هو دخل مكان مش مكانه، مش حتى لو باقي له يوم على ده وخلاص الديل دان وهو هياخد البيت ده، ستيل مش مكانه. فعنده كذا جنايه مش جناح. لازم نكون ملمين بالمواضيع دي، بالقوانين دي، ما نتحرش بحد لو انا ما اعرفش ان كان متحرش ولا لا، ممكن تتبلى عليه، فانا ما اقدرش اقول او اقيم الموضوع حصل يعني، هل هو مذنب او مظلوم يعني. لكن ده بيعلمنا درس ان احنا الحاجه مش بايدينا، مش في ايدينا لسه، او مش بتاعتنا لسه، ما نقدرش نقول خلاص ده خلاص احنا عملنا الديل. ما دام ما مضيتش يبقى لسه الديل ما دان، ما فيش دان، ما فيش حاجه خلصت. وبناء يعني، وبما فيها برضو انك انت ما اعرفش، انا زي ما قلت انا ما اعرفش ان كان اتحرش ولا لا، بس ما تتخانقش مع حد. لو ما دخلت مكان عشان توري حد، لو انت هتأجر او حاجه زي كده، لما تيجي حد يجي لك يفتح، سيب الباب الشارع مفتوح، ما تقفلش باب الشارع. الـ 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 القوانين هنا او الناس هنا ممكن يعني، ممكن باقل حاجه ممكن تتبلى عليك، وبعد كده صمها. ولو انت طبعا اغلبنا بيروح البوليس من قبل ما يجي له محامي ولا اي حاجه، يفضل يلبلب في الكلام ويقول كلام، لان هو بيتسجل لك، فبلاش تتكلم او تقول اي حاجه غير لما يكون معاك محامي. فاول ما حد يكلمك او البوليس او يكلمك على اي حاجه او اي شيء من الاشياء، قول له ايه، انا مستني المحامي بتاعي، ما اقدرش اتكلم، مش هقول اي حاجه غير لما المحامي بتاعي يجي. من ضمن الحاجات اللي انت بتبصوا عليها هيدن ران مثلا، ما بلاش حاجه اسمها هيدن ران. ضربت عربيه قدامك حتى لو معكش انشورنس، اقف اتكلم وقول لهم معيش انشورنس، اخدها ايه بيسحب منك الدرايفر لايسنس لغايه ما تعمل انشورنس، او قول معايا بيدي لك غرامه تيكت، بتبقى جنحه، ما بتبقاش حتى ما بتبقاش جنحه يعني، بتبقى تيكت عادي يعني، ما بتبقاش جنايه لو انت هيدن ران. حاجات كتيرة بنعملها وبنقول يعني ما فيش حد هيمسكني، ما فيش اي حد حاجة زي كده. لا، هنا بيعرفوا سمها، وبيعرفوا بيوصلوا وبيجيبوا كل لو في اي حد عمل اي حاجة بيعرفوا يجيبوه. تاني قصة برضو انا سمعتها وما اعرفش الشخص وما اعرفش اي حاجة عنه، وحد والناس يعني، انا القصتين دول اتقالوا لي، فمعلش سامحوني الناس اللي هي اصحاب القصص، لو هم سمعوا الفيديو بتاعي ما حدش يزعل مني، لان انا ما جبتش اشخاص وما جبتش اسماء، بس انا ايه بقول حاجة حصلت، بس انا بوري الناس او بحاول اوعي الناس ما تعملش حاجة زي كده. القصة التانية ما اعرفش، طالب هاي سكول، هي الهاي سكول ماسكينه ديلر اللي هو دراج ديلرز، بيوزع مخدرات. واللي انا سمعته ان هو معاه جرين كارد. طيب انت معاك جرين كارد وفي هاي سكول، الله اعلم الريزون اللي خليك تعمل كده، اكيد فلوس طبعا، بس it doesn't matter،
it doesn't matter, it doesn't matter اللي اللي انك انت هو كده تلقائيا تلقائيا هتنفذ. لو في لو انت ممسوك متلبس يعني انت هتنفذ حكم السجن هنا معرفش الله اعلم كم سنه. ويا باشا اسحب الجرين كارد ويا باشا ابعت لبلدك. نخلي بالنا لان البلد دي ما امشي عدل يحتار عدوك فيه. سيريسلي يعني بجد المثل ده هنا بيمشي هنا صح يعني امشي عدل يحتار عدوك فيه. لان هو لو انت عندك مشاكل وحابب تعمل مشاكل وما شابه ذلك يبقى يعني ايه انسى. وفي قصص وحكاوي وحاجات كتيره جدا 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 انا طبعا مش ملم بيها ومش عايز ابقى ملم بيها لاني الصراحه بزعل بجد ان الناس بتعمل كده في بلد موفره لك حاجات كتيره. فدي تقريبا اللي انا عايز اقوله يعني الكونكلوجن يعني او الخلاصه في الكلام بتاعي كله ان احنا نمشي على حسب القوانين بتاعت البلد. بلاش حتة ده عنده وانا عايز ابقى زيه. بلاش نبقى اللي هن الحتة اللي هي ايه لا انا عايز اعمل ده بسرعة 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 doesn't matter هتجي الفلوس دي هتجيلي ازاي. لا كل حاجة بتيجي بتسهيل ربنا. كل حاجة بتيجي بترتيب ربنا الاول طبعا وبترتيبك انت بعد كده. بتبقى انت شايف ازاي تمشي في البلد دي بتفهم وبتعرف وبتفتح بيزنس لو حابب تفتح بيزنس بتشتغل شغلانه واتنين وهكذا. ساعات بتبقى فيها تعب بس لو انت معاك شهاده مثلا وجاي بيها وعايز تعملها ايفالويتد او عايز تعمل لها معادله بتمشي شويه صغير في البدايه سنه سنتين ثلاثه اربعه على حسب. بعد كده ربنا بيدي لك ويفتح عليك. بعد كده مش محتاج ان احنا يعني نخرج بره القانون اطار القانون بتاع البلد دي يعني. فربنا يسترها علينا وعليكم ويسترها على اولادكم واولادي. ويا رب ما يبقى في حاجه وحشه ابدا لاي حد ويعني يفك كرب كل الناس اللي هم في ضيقه دلوقتي يعني. فدي كان موضوع الحلقه بتاعت النهارده. يا رب الحلقه تعجبكم. معلش سامحوني لو انا كنت شويه الـ شويه يعني القصص ممكن ما تكون للناس لاشخاص معينه. فانا ما قصدتش اي حد. ما بجيب اكزامبل يعني او مثل ان هو يعني بحاول اديكم صوره اللي بيحصل من الناس لما حتى بتبقى جايه جديد او مش جايه جديد او حتى ليها مده هنا بس مش فاهمه قوانين ممكن تعدي مره او ممكن تمشي معاها مره والمره الثانيه ما تفلحش. فنخلي بالنا جامد يا جماعه. وعد في صدقوني انا حتى عايز اوريكم هنا كاتب صدقوني مواضيع كتيره عايز اتكلم فيها ومواضيع عايز اعمل حلقه يعني حلقه عن اللي هو ايه فاينانشال تيبس. او انا كذا مره كنت بقول انا عايز اعمل بس صدقوني في اربع حلقات اوريدي كاتبهم بس عايز اقعد وانقيهم وعايز يعني ريفيو الاول قبل ما اطلع بيهم. حلقات فاينانشال تيبس يعني ازاي تحوش بمعنى اصح او مش تحوشه بس حاجات هتفيدك ازاي تخلي بالك من الفلوس اللي بتصرفها بطريقه معينه. حلقات برضو في برودكت ريفيو يعني في حاجات كتيره جبتها من امازون عجباني مثلا عايز اعمل ريفيو عليها. ممكن بشوفها مثلا حاجات تبقى سيمبل وبسيطه بالنسبه لكم وممكن ايه تجيبوها. في برضو حلقات ماريان ليها مده معلش هي تعبانه شويه فلكن ان شاء الله يعني ايه الفترة اللي جاية تكون بس بتراق شوية وتفضل وترجع بالحلقات بتاعتها تاني. فاستنونا في حلقات تانية جاية كتير من هانو موريان في بلاد الامريكان. ووعد ان احنا ما نتأخرش عليكم اكتر من كده. سلام للجميع وكل عام وانتم بخير. واقول لكم من هنا سلام.